لو هنتكلم عن الاربن الانفراستراكشر الاربن فويدز الاربن فويدز الناتجه عن البنيه التحتيه، فعندنا برضو اربع امثله عشان نفهم النوعيات المختلفه والتنوع اللي في الفئه دي. طبعا الامثله بتاعتنا في امريكا وفي اسبانيا وفي المانيا وفي مصر طبعا كالعاده. تعالوا كده نشوف مع بعض البنية التحتية ايه الامثلة اللي عندنا. هنلاقي فيه مثال شهير جدا وهو مثال الهاي لاين اللي في نيويورك. الهاي لاين في نيويورك ده كان اليفيتد رود، طريق مرتفع حاجة شبه كوبري اكتوبر كده بس مش للعربيات. كان في خط سكة حديد قاطع المدينة ومعدي بالمدينة كلها زي ما احنا شايفين كده، مخترقة زي كوبري اكتوبر كده ما مخترق عندنا القاهرة. مع الوقت ما بقاش في احتياج للقطر بتاع البضائع ده، وعندهم الانفراستراكشر بتاعه موجود، يعني في اوريدي الكوبري موجود ومبني. بدل ما يهدوه ابتدوا يستغلوا الهيكل اللي موجود ده ويدوا له شويه من الحياه ويشغلوه كمتنفس في وسط نيويورك، ويحولوها لبابليك بارك كبيره. طبعا عشان يعملوا الموضوع ده ابتدوا ان هم يعملوا مجموعه من الرمبات والسلالم طبعا والاسكليتورز اللي بتوصل للكوبري ده بحيث ان هو يبقى بابليك بارك كبيره. وطبعا اشتغلوا في عملوا مناطق هارد سكيب ولاند سكيب وخلقوا مجموعه من الانشطه والفراغات الثقافيه اللي تشغل المكان. الفكره مش ان انا احط شويه زرع واحط هارد سكيب وسوفت سكيب، الحقيقه ان الهارد سكيب والسوفت سكيب مش كافيين. لو حطيت هارد سكيب وسوفت سكيب بس ايه اللي هيحصل؟ مشروع هيتعمل طبعا في الاول هيبقى لطيف جدا، لكن مع الوقت هيحصل تدهور للمنطقه وهترجع تبقى اربن فويد تاني. اللي يضمن ان الفراغ ده يفضل مستمر وليه استدامه ان يبقى فيه انشطه اجتماعيه واقتصاديه بتتم فيه، فهي دي الوسيله المثلى للحفاظ على نجاح المشروع. يبقى فيه انشطه، يبقى فيه رجل، يبقى فيه ناس بتستخدم المكان، يبقى فيه انشطه، يبقى فيه فراغات فيها انشطه ثقافيه، فيستيفالز، احتفالات، وركشوبس، ايا كان ايه نوعيه النشاطات اللي بتتم. لكن من غيرها كل الفراغات دي هتموت. فلاقي ان في كل الامثله اللي فاتت بجانب الهارد سكيب والسوفت سكيب في انشطه، في اكتيفيتيز. فناخد بالنا قوي من القصه دي. الكور بتاع الاربن انترفنشن او التدخل العمراني لازم يتحقق فيه الجانب الاقتصادي اللي يصرف على المشروع بعد كده، ووجود الجانب الاجتماعي عشان المكان يبقى مستغل ما يبقاش مهجور ويكون بيقدم فعلا خدمة حقيقية ومتنفس لسكان المدينة، بجانب طبعا الجانب البيئي. مجرد ان انا زودت نسبة المصفحات الخضراء انا كده عالجت مشاكل بيئية طبعا والتخلص من المخلفات، بجانب اكيد فكرة التدخل الفراغي اللي هو اكيد بيحصل بان انا احترم الاكسسبيليتي وسهولة الوصول للسكان. عندنا مثال تاني عبقري ومهم جدا جدا ان احنا نشوفه، مثال مختلف ومتميز في ان عالج مشكلة في المدينة بشكل ذكي جدا. دي مدينة برشلونة في اسبانيا، ومدينة برشلونة كان فيها مشكلة برضو، خط سكة حديد بس مش اليفيتد، موجود على الارض عادي وقاطع منطقة اسمها سانس نصين، حرفيا قاطعها نصين. والمشكلة دي هتلاقوها في القاهرة في مناطق كتيرة جدا جدا جدا. المشكلة دي بتحدث نتيجة بقى سواء لخطوط سكة حديد، سواء لخطوط مترو، ممكن هي تحصل نتيجة لطرق سريعة في قلب المدينة، بتعمل زي اربن بارير، حاجز عمراني ضخم بيفصل المدينة لحتتين، والكونكتيفيتي ما بين المنطقتين دول ضعيفة جدا جدا جدا. طبعا يعني صعب تعدية حاجة زي كده. فده قبل، طب ايه اللي عملوه؟ هل يشيلوا السكة الحديد؟ ما السكة الحديد محتاجينها، لأن هي برضو
ضرورية للمدينة وشريان مهم للحركة للمدينة. سابوا السكة الحديد زي ما هي وجم على سقف المحطة بتاعت السكة الحديد، ابتدوا حولوها لبابليك بارك، استغلوا السقف اللي موجود حولوه لبابليك بارك، وكأنهم أخفوا خط السكة الحديد تحته. أو هتلاقي كل ده متغطي والسكة الحديد ظاهرة من هنا أهو وظاهرة من هنا أهو، لكن كل ده متغطي. وحولوها لبابليك بارك كبيرة، ووصلوها شوية رامبات على شوية اسكليتورز على شوية اليفيتورز كمان، وعملوا أنشطة اقتصادية واجتماعية فوق. فالمكان بقى يشتغل زي ما احنا شايفين.